همبرجر حلاوي ها؟ اسمع الله اسمع الله خلي المعيار عاد بعدين اسمعي اقول اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه اشاعات مغرضه تهدف الى هدم الكيان افتخرتي وقفوا نسائي الله خير شو؟ تبعد الحديد قدر الله ما شاء فعل شلون؟ تتعضلان يعني ما دخلت لما الساعة الضيقة احول وانت بدي بعد سيكار اشتبه لبيت جنازة اللي عندي اشتبه اعطيني اياها اشتبه الو هلا بالقلب الكبير هلا حبي هلا ايش؟ انت كمان دخلت وقت القوة النسائي ملاكمة وقص حواجز ولم ينشأ كمان يخرب بيك اللي كان السبب تستنيني برا ليش؟ انا حديدك حروح فين يعني؟ امسك امسك اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك ان تقفل هذا الباب علشان ما يدخل علينا يا رب ونبقى هنا طول عمرنا عز الله من جبتها ايش هي اللي جبتها؟ من دبر بهذا ولا طاح يعني فكرك نشتري الصاله بتاعت المطار؟ انا وجبت احنا يلا وصلنا بتبرعات نسبه بريطانيا وصلنا بهذا وش اجري احنا؟ اقول بس نخطف الشله هذه كلها نخطف انت جننت؟ نخطف قبل الله ابو رجلتين نخطف قبل هذه الحرانه برا مو عزاء عن عصاقيل هذا يرجع بعيد طيب خلينا نسوي شويه تمويل خلاص؟ يلا تعال تعال يا اخي ما شاء الله وش الجسم؟ اول ما شفت شيء عضلات فيتامين حديد ولا بريطانيا ما تسمى ساعتين لو خشي ساعه ثانيه طيب حديد هناك مسطر اربعه صحيح اربعه بس الا عشره الحاله وبيد واحده ما شاء الله طيب يمكن صوره ما ممكن هلا اثنين جنب بعض واحد واقف قدام مرات ولا وش انا عارف يا ابو بردف نتفاوض مع عمده بردي ارحم من هذا البروسلي اقول انا قاشطهم قاشطهم الله يعوض ان شاء الله طيب طيب خلينا نقرب منه لا حد تحرك هذه محمدوية بقنبله عشرة تسعة ثمانية خلاص يا من المرش اسمع قول قياس يا بدم جلوس انا تعبت يا اخي قمت عندي بدهم جلس معهم جلوس قيام قيام جلوس قمت عندني انا يا ليتنا ما خطبناهم يا برج بيتين جدر ابوك جيتني انتظرني وانا ما اشوفه ام يا شينا ضعيفت ولا وصلتها طيب ايش تبغاني نسوي الحين؟ اقول تعال بس اسمع الربع هذول احنا يوم خطفناهم وخطفنا المطار هذا كله ورانا هدف مهم واستراتيجي اللي هو استراتيجي ترى حاطه من برنامج يلا تجون اللي هو طيب اللي هو طال عمرك نطلع من هنا للسجن على طول ونطالب اعدامه تعال محامي هاشم يمكن فكرك علشان ما يصير بيننا وبين ام مردس ام جبنت اي احتكاك وش احتكاك هو بس بدك تطول العالم دي فين؟ فيها احنا خاطفين مطار لا احد عبرنا لا احد جانا اقول الظاهر والله كنت تضحي بحد هذولا وش رايك يا ابو كوشة هذا؟ تعال يا ابو كوشة تعال تعال شلون انت؟ نبي حيبكي يا بلادي 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 يا حبيبي يا بلادي يا فؤادي يا مرادي يا ولادي اشتدي حرات ولا سيدي يا بلادي يا حبيبي يا بلادي يا بلادي يا حبيبي يا بلادي
خالتي أنا. ما عليكم قضية حلت، الله يجبرنا عليكم. إيش القضية يقول؟ أها أنت المجرم. تكفى يا ولدي، تأكد عليه انه يخلي